فكشن 1 بيقول in the shown figure the vector a is equal to مديني راس مفروض اختار احد الخيارات الاربعة اللي قدام. هو بيسألني عن الـ a، بدأنا من هنا وعايزين نوصل هنا. ازاي ممكن نمشي على فيكتورز اخرى بحيث نوصل لنفس المكان؟ هبدأ من هنا، همشي على الـ c. لما اجي امشي على دي الاقي سهم عكس، يبقى اقول c ناقص d زائد b. مرة تاني يبقى c اهو، مشيت كده وامشي على دي مش بالبوزيتيف، السهم مش كده، السهم العكس، يبقى بلس c ماينس d زائد b يديني الـ a، نفس اللي يعمله الـ a من هنا لهنا. يبقى اختياري اهو، قلت الـ c، نبدأ من الـ a ونتحرك عكس A من خلال كل المتجهات حتى نصل إلى رأس السهم A اللي ماشي مع الاتجاه اللي أنا دلوقتي عايز أمشي كده، ماشي مع عكس اتجاه الـ A كده، يبقى موجب. ده همشي على C موجب، الـ D بالماينس، الـ B بالبلس. يبقى إيه الاختيار اللي يوافق الكلام ده؟ C ماينس D، C ماينس D وماينس B، C ماينس D وبلس بي، قلنا C ماينس D وبلس بي. يبقى الاختيار الأولاني ده هو C ماينس D بلس بي، يبقى ده الاختيار الأول هو الصحيح، C ماينس D بلس بي. Question 2: A particle is rotating uniformly clockwise in a horizontal circle as shown in the figure. The velocity and the acceleration of the particle at point A can be described by. مديني سرعات اتجاه الـ I واتجاه الـ G. هو بيدور كده. لما وصل لنقطة A سرعته الممثلة tangent بالمنظر ده في اتجاه الـ minus I عكس الـ X minus I. الاكسليشن مفيش اكسلريشن تانجنش، ان قال لي يونيفورم فيلوسيتي يعني السرعه ثابته، وبالتالي بس في سرعه في الاتجاه ده ومفيش اكسلريشن، لكن في اكسلريشن في اتجاه المركز الاي ار او الاي راديال، هتكون اللي هي في سكوير على ار، اتجاهها فوق كده يعني اتجاه البوزيتيف واي، يبقى ماينس اي وبوزيتيف جي. هنا بوزيتيف اي ده غلط طبعا، بوزيتيف اي غلط اني رايح كده، فالاثنين غلط. الاثنين دول الاي بتاعتهم صح، ناقص الجي، الجي بوزيتيف، هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف، يبقى الاختيار عندنا هو الاختيار الماينس 3i وبوزيتيف 2j. بيقول if the speed of freely falling object is increasing as a function of time، اللي بيزيد الفيلوسيتي، السبيد مش الفيلوسيتي، السبيد يعني قيمه السرعه عماله تزيد، هو لو طالع لفوق وفي فولينج السرعه بتاعته بتقل وبالتالي السبيد هتقل، لكن لو نزل لتحت السرعة بتاعته بالسالب لكن هتزيد في السالب بتاعته، يعني كقيمة هتزيد لأن في acceleration لتحت، فالسبيد وهو طالع بيقل وهو نازل يزيد. مرة تاني الفيلوسيتي مثلا 5 موجب فوق، لكن طول ما هو طالع عمال يقل لأن الجاذبية لتحت فالسبيد قل، يبقى الفيلوسيتي لفوق بوزيتيف هو طالع لكن السبيد عمال تقل، لكن لو هو نازل الفيلوسيتي سالب وبتزيد كسالب وبالتالي السبيد بتزيد وهو نازل لتحت، هو بيقول السبيد عماله تزيد يبقى اكيد هو نازل. In its velocity and acceleration، الفيلوسيتي هتكون طالما نازل لتحت السبيد بتزيد يبقى اكيد نازل لتحت، الفيلوسيتي هتكون بالسالب، السبيد مش هتزيد الا لو كانت الفيلوسيتي بسالب في الفي فولينج، نازل بماينس 2 بعد شويه يبقى ماينس 3 ماينس 4 ماينس 5 وتشوف الماينس 6 فالسبيد بتزيد، لكن كفيلوسيتي سالبه والاكسلريشن طبعا دايما سالبه. فهو بيقول نان زيرو اللي هي الفيلوسيتي والاكس، نان زيرو لا، بيقول السبيد بتزيد، طالما السبيد بتزيد يبقى في فيلوسيتي والفيلوسيتي دي سالبه كمان يعني ليها قيمه، فنيجاتيف هو قال الاول هنا نيجاتيف، هي نيجاتيف طبعا الفيلوسيتي نيجاتيف، بوزيتيف غلط لان السبيد بتزيد فالفيلوسيتي لازم تكون سالبه، فالثلاثه دول كسرعه اوكي، لكن زيرو اكسلريشن عمرها ما هتكون زيرو،
دايما الاكسلريشن سالبه. دي صح بس قلنا دي غلط، فالاثنين دول غلط. يبقى الفيلوسيتي سالبه والاكسلريشن سالبه، يبقى الاثنين دول غلط. الاثنين دول غلط لان هنا بوزيتيف ولان هنا زيرو. عمر الاكسلريشن ما تكون بوزيتيف، فده على طول ده غلط وده على طول غلط. الاكسلريشن دايما سالبه، بس بقى الفيلوسيتي هنا في موجب وهنا سالب، احنا هنختار السالب. ليه؟ لان السبيد بتزيد، يبقى الفيلوسيتي سالبه وكمان الاكسلريشن دايما سالبه. فور بيقول the position time graph of an object traveling along the x-axis is shown. The average acceleration between t equals 3 and t equals 6 seconds and the point A و B is طالب مني ال average acceleration، يعني فرق السرعات على فرق الزمن. فرق الزمن 3 ل 6 3. السرعة هنا طبعا ده ال x t curve، وبالتالي السرعة هي المماس عند point B، اديني سرعة ال B، المماس هنا بصفر، يعني السرعة هنا صفر. هنا نفس الشيء السرعة بصفر لأن المماس صفر، وبالتالي صفر ناقص صفر على ستة ناقص تلاتة، صفر ناقص صفر بصفر على تلاتة بصفر، وبالتالي average acceleration هو فرق السرعات على فرق الزمن بصفر. لكن لو كان طلب ال average velocity كنت قلت المسافة ستة ناقص المسافة تلاتة، لا المسافة اتنين ناقص المسافة تمانية وشوية على الزمن. لو كان طلب الافرج فيلوسيتي كنا جبنا فرق الاكسات ناقص فرق التايم، كنا قلنا 2 ناقص 8 ونص. بيقول بول A thrown horizontally اللي هو ده بول A with an unzero initial speed from the top of a building at the same instant بول B is dropped vertical. دي بول B from rest. الاثنين ما كانش عندهم سرعة رأسية، لكن A كان عنده سرعة أفقية، B ما عنده سرعة، ما عنده سرعة خالص. بيقول neglect air resistance the relations between the speeds، طالب speeds وليس السرعات، of the balls VA final VB final and the times of falling أو fall TA و TB as they hit the ground R. نشرح ده. ال VA كانت أفقية فهيقطع مسافة أفقية وهو عمال ينزل، البي هينزل على طول فما فيش مسافة أفقية، لكن هينزل نفس الارتفاع اللي هينزله A، الاتنين هينزلوا للأرض فالزمن واحد. لو حذفتها ب 100 متر على السكن زي 10 زي صفر، كلهم هينزلوا نفس الارتفاع هينزلوا نفس الوقت، فالتي A يساوي تي B خالصين دي. هنا في مسافة أفقية وفي سرعة أفقية وفي سرعة هيتنج، هنا بس في سرعة هيتنج. سرعة الهيتنج اللي هي الـ VY B يساوي الـ VY A، الاثنين بالسوالب والاثنين بيخبطوا الارض بنفس القيمه، لكن الافقي هنا موجود هنا مش موجود، لكن هم زي بعض. مبدئيا زمن الهبوط واحد طالما ان السرعه الراسيه اللي بديها واحده، ما يفرقش معايا السرعه الافقيه. السرعه الراسيه هتاثر على الارتفاع بس، زمن هبوط الارتفاع، والارتفاع ده ثابت في الحالتين، فزمن سقوط البي نفس زمن سقوط الاي، لكن البي بيقطع افقي ده ما بيقطعش افقي. يبقى كزمن نفس الشيء، ده يساوي ده، ده غلط وده غلط، يبقى الاثنين دول هما الاحتمال يكونوا صح. ال VA عندها افقي وراسي، اما هنا راسي بس والراسي قد الراسي، يبقى ال VA كسبيد كقيمه اكبر طبعا، وبيسالني على السبيد، يبقى ال VA اكبر من ال VB، الاثنين يساوي بعض؟ لا، لو كان قال لي VA Y يساوي VB Y كان ده صح، الزمن يساوي الزمن. كان هو قال لي في اي على بعضها، سبيد على بعضها، اللي هو الجذر التربيعي للسرعه الافقيه زائد السرعه الراسيه. الاي عنده افقي وعنده راسي، دي نان زيرو، ده عنده راسي بس، وتساوي دي معناته ان الفي اي هيبقى اكبر من الفي بي، لان الحته دي في بي واي يساوي في اي واي، لكن الفي اي اكس موجوده بس مع الاي، وبالتالي الاختيار الوحيد اللي صح ان الفي اي فاينل اكبر من الفي فاينل والزمن يساوي نفس الزمن. في الشورت بروبلم 1 بيقول اف اي تو اي و 3 جي و ماينس 3 كي، البي ماينس اي ماينس جي بلس 5 كي، والسي بتساوي مجموع الاثنين. و
واللي فايند ذا انجل بتوين ذا فيكتور سي اللي هو اي بي يعني مع البوزيتيف زد اكسس. طب نجمع الاول الاي بي 2 وماينس 1 1 3 ماينس 1 2 ماينس 3 مع 5 2. احنا عايزين نجيب لو حبيب الالفا والبيتا والجاما بنعمل ايه؟ الاول نجيب السي جذر التربيع الواحد تربيع 2 تربيع 2 تربيع 4 و4 1 9 يبقى 3 قيمته. لو عايزين نجيب الالفا نقول كوساين ماينس 1 الواحد على التلاتة. لو عايزين نجيب البيتا كوساين ماينس 1 2 على 3. الجاما كوساين ماينس 1 2 على 3. طبعا البيتا والجاما هيبقوا متساويين. فسي زد ب 2 وسي كماجنتيود على بعض 3 تطلع الزاويه 48. طبعا كلهم بوزيتيف سواء الاولى او الثانيه او الثالثه واقل من 90. ليه اقل من 90؟ لان هنا بوزيتيف 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 فتطلع زاويه اقل من 90. لو كان واحده فيهم نيجاتيف فتطلع الزاويه اكتر من 90 وبرده بوزيتيف مع اتجاه الموجبه. لكن لو كان طالب مع اتجاه سالب لو طلعت اكثر من 90 ساعتها نطلعها من 180. عموما هو طالب مع البوزيتيف زد اكسس يبقى تاخد اللي هنا تقسمه على اللي هنا وزي ما تطلع معاك. لو ده بوزيتيف يطلع اقل من 90، لو ده نيجاتيف يطلع اكتر من 90. لو كان اللي عايز يسمع اللي عايز ما يسمعش خلاص. لو كان طالب مع النيجاتيف مثلا واي اكسس النيجاتيف وده بوزيتيف موجود طلعت زي مثلا 48 برضه مع نيجاتيف يبقى الباقي من 180. طب لو ده كان نيجاتيف وطالب هو مع النيجاتيف واي اكسس نحسب الزاويه مثلا دي 150 دي رقم ناقص 2 طلع طلعت زي 130 وعايز يعمل مع الماينس نيجاتيف اكسس اطرحها 180. طب يبقى مبدئيا ببساطه لو خدت رقم اللي هنا وقسمته على اللي هنا جبت كوساين ماينس 1 اديني الالفا نفس الشيء هنا بيتا نفس الشيء هنا جاما. بس ناخد بالنا لو الارقام دي موجبه تطلع زي اقل من 90 لو الارقام سهله تطلع اكتر من 90 واقل من 180 طبعا. نمبر 2 بيقول a bird starts flying with an initial velocity مدهاني 10 seconds later the bird's velocity مدهاني all velocities are meter per second. يبقى مديني ال v initial وال v final. Will you find the average acceleration of the bird during 10 seconds interval in unit vector notation. يعني اطرح v final ناقص v initial واقسم على ال 10 ثواني. ال v final بالقيمه دي ال v initial او v o بالقيمه اللي فوق اطرح ده ناقص ده زي ما احنا شايفين نقلت دي final اللي اداوني الاول هو ال initial الثاني هو ال final ده ناقص ده على 10 ثواني. تعال نطرح 10 ناقص 5 5 ناقص 6 ناقص ناقص 6 يعني زائد 6 صفر ناقص 8 ناقص 4 ناقص 12 12 5 على 10 فيها نص 12 بالماينس على 10 ماينس 1.2 متر بير ثانية. الشورت بروبلم نمبر 3 بيقول لي given A equals 3i plus 5j وال B minus 4k وال C 2 من ال A cross B. نجيب الأول A cross B حطيت ماتريكس ال A ب 3i 5j و 0k ال B minus 4k و 0 و 0 في ال I وال G. هنا في بلس نلغي العمود والصف ب 5 في minus 4 ب minus 20 ده صفر minus 20i. ال G هنا في minus 3 minus 4 ب minus 12 في minus يبقى بلس 12 ان ده هنا صفر. الكي صفر وصفر يبقى ده الاي كروس بي نضربهم في 2 نضرب الناتج في 2 يبقى ماينس نوزع ال 2 على القوس 2 في ماينس 20 بماينس 40 و 2 في 12 ب 24 جي. في الشورت بروبلم نمبر 4 بيقول the position of an object that moves along the x axis is given by x of t as a function of t 32t minus t مرفوعة للأس 4 where t is in seconds x in meter. Find the position نفس البوزيشن ده of the object when it stops momentarily يعني لما السرعة تبقى بصفر مش لما تبقى المسافة بصفر. هو طالب الديسبليسمنت البوزيشن يعني طالب البوزيشن لما تبقى السرعة بصفر.
احنا عندنا الاكس مدهاني لو شطتها بالنسبه للزمن 32 ناقص 4 كيوب تديني السرعه، عايز دي بصفر. امتى تكون صفر؟ لما 32 تساوي 4 تيتا كيوب، يعني 8 قسمت على 4 يساوي تيتا كيوب، يعني تي بتساوي 2 سكندز. عايز بقى البوزيشن، ممكن يطلب البوزيشن، ممكن يطلب الفيلوسيتي، الفيلوسيتي بصفر، ممكن يطلب الاكسلريشن. لو طلب الاكسلريشن اشتق دي كمان مره، يبقى ماينس 12 تيتا كيوب بعوض بالاثنين. لكن لو طلب البوزيشن فاعوض في المعادله دي، 32 في 2 ناقص 2 اس 4 يطلع الجواب 48 متر. في الشورت بروبلم نمبر 5 بيقول A car starts from rest at the first traffic light and accelerates at 3 meter per second squared for 10 seconds to reach a speed of 30 meter per second. يبقى اتحرك من هنا بداية السرعة بصفر وهيوصل سرعة 30 متر بير سكند في 10 ثواني. بيقول after that it slow down at rate متر بير سكند سكويرد، يعني بالسالب تستوب، يعني الفاين فيلوستي بصفر at the next traffic light. Find distance between the two traffic lights. هو بتبقى سرعة صفر معروفة، اتحرك بأكريشن 3 لمدة 10 ثواني، يبقى أقدر أحسب الدلتا اكس 1. دلتا اكس 1 بتساوي v نوت t زائد نص t تربيع، طلعت 150 متر. طب السرعة في النهاية هو مدهاني 30 متر بير سكند، مثلا لو ما ادهانيش كان ممكن أحسبها من العلاقة اللي هي v عند 10 ثواني بتساوي v نوت زائد f t 3 في 10 ب 30. المعلومة دي زيادة نقدر نستخدمها في الجزء الثاني. في الجزء الثاني الرحلة الثانية السرعة النهائية بصفر، السرعة الابتدائية ب 30 هو مدهاني وانا حسبتها برضو، عشان لو ما ادهانيش هقدر احسبها 30 تربيع زائد 2 والاكسلريشن بماينس 2 دلتا اكس 2. فالدلتا اكس 2 تطلع 900 على 4 225، وعندي دلتا اكس 1 اجمعهم مع بعض يديني دلتا اكس اللي هو طالبها. بيقول لي فايند ذا ديستانس بتوين ذا تو ترافيك لايتس. حسبت الدلتا اكس 1 من المعدل القانون الثالث، وبعدين السرعة هو مدهاني مديني السرعة النهائية هيقف عندي الاكسلريشن مدهاني بسالب 2 ومدهاني ب 2. في الشورت بروبلم نمبر 6 بيقول at t equals 0 a ball is thrown vertically upward from the ground with an initial speed of 20 meter per second. After 2 seconds another stop is thrown vertically upward برضه from the ground with an initial مراتب 25 meter per second. بيقول لي how long it will take how long it will take before they pass each other. يعني واحد طلع التاني طلع وراه، ربما التاني هو نازل مثلا لفوق وربما الاولاني طلع لفوق وبعدين هو نازل وبعدين الثاني ربما لحقه وعداه، او ربما الاول هو نازل التاني لحقه. بغض النظر احنا نحسب، عايزين المسافات تتساوى، يعني الدلتا واي 1 يساوي الدلتا واي 2. الدلتا واي بصفه عامه بتساوي في نوت تي زائد نص اي تي تربيع. بالنسبه للبول الاول الفيرست بول 20 تايم في التي، يعني في التايم زائد نص في الاي اللي هي ماينس 10 عاده الجاذبيه الارضيه في التي تربيع. الثاني الدلتا واي بتاعها 25 تي ماينس 2 لان فرق ثانيتين افتر 2 سكندز، نفس الزمن بس مطروح من ثانيتين، ونص نفس الاي ونفس تايم اللي هو تي ماينس 2 تربيع. اساوي ده بده، انا اساوي دلتا واي 1 دلتا واي 2، يبقى هنا 25 هنا 20 دي و5 تي تربيع بالسالب، هنا 25 تي ماينس 2 وماينس 5 تي ماينس 2 كل تربيع، حطها بالآلة الحاسبة يطلع لي الزمن ب 2.8 سكندز. الشورت بروبلم نمبر 7 بيقول فيكتورز A and B have equal magnitudes of 6 meter، كل واحد في الاثنين دول 6. The angle theta 1 30 degree with theta 2 70 degree. Will you find the vector A plus B in unit vector notation. ال A 6 والزاوية بتاعته معروفة 30. أقول ال A بتساوي 6 cosine 30 في اتجاه الموجب و 6 sine 30 في اتجاه برضو الموجب لأن الربع الأولاني. طب ده الفيكتور B. الزاوية دي theta 2 70 يبقى الحتة دي 110. 110 مع 30 يبقى 140 يبقى دي 40. أقدر تقول الثيتا 2 بتساوي ثيتا 1 زائد الزاوية دي. دي 70 دي 30 يبقى دي 40. أو تقول 70 يبقى دي 110.
110 و30 40، الباقي من 180 40، فعلا 40. ده مايل كده يعني في الربع الرابع، اقدر احلله كوساين، طبعا دي 40، ممكن انزله كده 40 كوساين بالموجب، وكده بالسالب نزل لتحت، يبقى دي تتحلل قدام ولتحت، ف بوزيتيف ونيجاتيف، ف 6 كوساين 40 ماينس 6 ساين 40، يبقى ده كان بوزيتيف مع بوزيتيف، ده رايح كده الربع الرابع او في اتجاه الربع الرابع، او ممكن نقول لو حطينا المحل عند الديل هيبقى موجب مع سالب زاويه 40، يبقى اقدر اقول 6 كوساين 40 اي ماينس 6 ساين 40 جي. هو السي بتساوي ايه بلس بي، نجمع الاثنين دول والاثنين دول ببساطه، جمعت الاثنين دول 9.8 اي، جمعت الاثنين دول ماينس 0.8 جي متر. في الشورت بروبلم نمبر 8 بيقول A particle starts from the origin at t equals 0 with a velocity v naught 18 في اتجاه ال i meter per second في اتجاه ال x and moves with a constant acceleration minus 2i plus 4g meter per second. يبقى السرعة عندنا الابتدائية وعندنا ال acceleration، نقدر نحسب السرعة النهائية لو طلبها أو السرعة بوجه عام. بيقول find the particle's velocity vector v when its velocity is perpendicular to its acceleration. هو عايز ال velocity v بشكل عام، احنا عندنا الابتدائي v نوت ب 18i، وعندنا طبعا ال v بتساوي v نوت 18i زائد ال a في ال t، ال a الدهنية هي نزلتها في ال t، لو فكيت الأقواس وزعت ال t على ال i وال j يبقى 18 ناقص 2ti وهنا بلس 4g، عندنا ال v وعندنا ال acceleration. بيقول لي الاثنين يكونوا متعامدتين ال velocity مع ال acceleration، يعني واضح ان ال v دوت ال a بتساوي صفر، فهاخد ال v واعمل لها طبعا v دوت a يساوي صفر، ال v دوت a يعني v كماجنتيود في a في كوساين 90 يساوي صفر. امتى يكون متعامدتين؟ لما الزاوية 90، لما الزاوية 90 الكوساين بصفر وبالتالي الدوت كله بصفر، هو قال لي هنا يبقى هاخد ال v اللي هي دي واعمل لها دوت مع ال a واساوي بصفر عشان اجيب ال t. عندنا ده i اضربه في الماينس 2 يبقى ماينس 36، زي ما احنا شايفين ماينس 2 في t ماينس 36 وماينس وماينس ب 4t، هنا 4 في 4 ب 16 t 4 في 4 16 t، صار عندنا ماينس 36 زائد 20 t يساوي صفر، يبقى 36 على 20 تطلع t ب 1.8 كنس. هو طالب الفيلوستي وطالب الاكسلريشن، نشوف بيقول لي find the particles velocity. لو كان طالب الاكسلريشن كنت عوضت هنا الفيلوستي، عوضت دي اللي هي 18 ماينس 2 في 1.8 i و 4 في 1.8 g اللي هي الجزء ده، يعني يطلع الجواب ده 14.4 i وهنا 7.2 g. Short problem number 9 بيقول a car travels to the right with a speed of 15 meter per second يعني 15 i. Rain is falling vertically طبعا نزل لتحت يعني في minus j relative to the ground ب 4 meter per second. Find the velocity of the rain with respect to the car in unit vector notation. يعني عايز هكتب زي ما قال كده، عايز الرين بالنسبة للسيارة، الرين بالنسبة للكار يساوي ايه؟ احنا عندنا رين بالنسبة للأرض وعندنا كار بالنسبة للأرض، بتساوي R بالنسبة، أجيب وسيط بينهم اللي هو الجراوند، R بالنسبة للجراوند زائد ال V نفس الجراوند بالنسبة للأرض، ده راح مع ده يبقى لنا R بالنسبة للكار اللي حزين. طيب R relative to G اللي هو الرين relative to G مديهولي، بيقول لي الرين rain is falling vertically relative to the ground بأربعة، طبعا وطالما قال لي فولينج يبقى بالماينس، يبقى ماينس 4 في اتجاه اللي ده الرين بالنسبه للارض. طب الجراوند بتتحرك بالنسبه للكار، الكار بتتحول بالنسبه للجراوند، طبعا الكار اكار ترافلز تو ذا رايت بسرعه قد كده، يبقى طبعا ما ينفعش اخد جي بالنسبه للكار، اخد كار بالنسبه للارض، فلازم اغير الاثنين دول واحطها ماينس، فالكار بالنسبه للجراوند هو قال لي 15 اي
يبقى الـ relative velocity r rain relative to r، الحتة دي بماينس 4 كانت جاهزة لأني falling، والحتة دي احنا بدلناها كانت 15 بقت ماينس 15، نعدل يبقى ماينس 15 i ماينس 4. اللونج بروبلم نمبر 1 بيقول لي car starts from rest at point A and moves to the right with constant acceleration. يبقى بدأ سرعة V نوت بصفر ورايح يمين بأكسلريشن ثابتة، أقدر أطبق القوانين. It covers 100 meter and 12 seconds. من الـ A للـ B كان في acceleration. مدارها كام؟ ما نعرفش. هو طالب find the car's acceleration. بس عارفين الـ V نوت rest، عارفين المسافة، عارفين الزمن. فأقدر أطبق القانون الثالث. أما الثلاثة دول عندي أقدر أجيب الأكسلريشن من القانون الثالث. دلتا X اللي هي 100. V نوت T V نوت ضفر. نص في A في T تربيع اللي هي 12 تربيع أقدر أجيب الأكسلريشن. أقدر 2 في 100 وأقسمها على 144. يقول لي كمان how long it will take to cover the next 100 meter from B to C. من الـ B للـ C المسافة معروفة، السرعة الابتدائية أقدر أحسبها، وبعدين عندي كمان الأكسلريشن حسبتها. أو ممكن أحسب من البداية، يعني أخد من هنا لغاية هنا أحسب الزمن، شيل الـ 12 دي. هقول دلتا اكس تساوي في نو دي، نفس ده بالظبط، هنا بصفر وهنا نص A اللي اتعرفت خلاص من البارت A في تربيع. هجيب التي طلعت 16.97 وانا عندي 12%، لان انا هنا حسبت 200. العشرة الاولى خدت 12 ثواني، العشرة الثانية تاخد المتر الاولى خدت 12 ثانية، المتر الثانية تاخد الباقي بقى لان دي بتاعت 200 متر، ده ناقص 12 يطلع 4.97. ممكن واحد يقول لا 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 انا عايز احسب المية لوحدها، يبقى لازم تحسب السرعة الابتدائية اللي هنا. ما السرعة هنا بدأت بصفر، السرعة هنا تبقى V نوت اللي هي بصفر زائد الـ A في T، يعني أضرب الرقم ده في 12 فتطلع السرعة 16.68. وأبدأ بقى المية الواحدة، المية بتساوي V نوت، ما بقى في V نوت هنا ما كانش فيه V نوت T، الـ V نوت حسبتها من هنا من نهاية المرحلة الأولى أو المية الأولى، زائد نص A اللي حسبتها في البارت الأولاني في تي تربيع. طبعا الحتة الزمن اللي هيطلع هنا على طول جاهز، يطلع 4.97 using calculator، طلع 4.97. استخدم أي طريقة براحتك. الطريقة الأولى ربما أسهل، إن هنا بصفر وبتحسب زمن كل اللي 200 تشيل منه ال 12. الشكل الثاني لازم أحسب السرعة الابتدائية اللي بدأ بيها ال 100 الثانية، لكن هنا كان بادئ من البداية. لأن بيقول لي في الآخر شوف the following three graphs represents the position of the car versus time. يا ترى هل المسافة linear؟ لا بصوا المسافة شكلها ازاي لما حسبنا، هي مكتوبة اهي v نوت t زائد نص a تربيع، نص مع ده بقت 9695 t تربيع. الشكل ده بارابولا من الدرجة الثانية، معادلة منحنى درجة ثانية، فده constant معادلة خط، وهنا ثابت الزمن المسافة ما بتتغيرش خالص. طب لا هو بيقطع مسافة، وهنا بيقطع بس لينير، لكن الشكل ده هو الوحيد اللي يديني معادلة من الدرجة الثانية. في اللونج بروبلم نمبر 2 A projectile is fired from the ground level as shown in the figure. وصل أقصى ارتفاع عند مسافة 245 متر، والارتفاع الأكبر 325 لما تبقى الـ VY هنا بصفر. بيسألني with minimum vertical component of initial velocity VY نوت is needed to reach the maximum height of 200 أو 325. يبقى احنا عندنا الارتفاع، عندنا السرعة الابتدائية مطلوبة، والسرعة النهائية بصفر، فصفر بتساوي V نوت Y أو Y نوت زي ما سماها تربيع، زائد 2 acceleration اللي هي بماينس 10 في الدلتا Y معلوم. الطبيعي ان احنا يكون عندنا V نوت Y ونجيب أقصى ارتفاع، نحط طبعا السرعة النهائية الواي صفر. هو هنا اداني الارتفاع وطلب الفي نوت، الحتة دي 20 في 325 تروح من هنا وأقسمها أو أجيب لها جذر تربيعي يديني 80 بوكس اللي هي في نوت واي. ده البارت الأولاني. البارت اتعود مباشر، البارت الثاني بيقول وات ذا هوريزونتال كومبوننت أوف انيشيال فيلوستي في إكس نوت. هو مديني المسافة الأفقية. لو عرفت الزمن الصعود لغايه هنا اللي هو نفس ده هقدر اعرف الفي اكس نوت،
احسبه ازاي؟ برضو من الجزء اللي هو في اتجاه الواي، اقول ان السرعه النهائيه بتساوي السرعه الابتدائيه زائد الاف تي. السرعه النهائيه فوق بصفر، السرعه الابتدائيه حسبناها 80.6، الاف ماينس 10 يبقى التي، اقسم ده على ده يديني 8.06. طيب احسب بقى ازاي السرعه الافقيه؟ او مفيش اكسلريشن، اقول الدلتا اكس، انا مش كاتب بشرحها اهو، الدلتا اكس بتساوي الفي اكس نوت في تي اهي، والمسافه 245، يبقى هقسم 245 على 8.06 يطلع الكومبوننت، او تطلع الكومبوننت اللي هي في اكس نوت. مره تاني الفي اكس نوت هتساوي 300 ولا 200، 245 تقسيم الزمن ده يديني الفي اكس نوت. في اللونج بروبلم بار 3 بيقول a particle moves uniformly counterclockwise in a circle of radius equal 6 meter as shown in the figure. A particle rotates at 50 revolutions per minute. طالب أول حاجة الـ period of the particle's motion، يعني طالب الـ t اللي هي عكس الـ frequency. الـ frequency عندنا 50 revolutions per minute، نقسمها على 60 عشان تبقى revolution per second. 50 على 60 يبقى 5 على 6. الـ periodic time 1 على f، يعني نقل ده يبقى 60 على 50 1.2 seconds. في الـ part b بيقول لي find the average velocity of the particle between points A and B in unit vector notation. Consider the first revolutions. طيب من هنا لغاية هنا الحتة دي 6i، هنا 6j. احنا عارفين ان الـ average velocity عبارة عن الـ r final ناقص الـ r initial على الزمن. الحتة دي ربع كبيرة، يعني ربع الزمن اللي حسبناه، يعني ربع في ربع في 1.2 ده الزمن. ار اف اللي هو عند البي، ار بي يعني ناقص ار على دلتا تي، الار بي 6 ده نقطه الاصل 6 جي، هنا 6 اي، يبقى 6 جي ماينس 6 اي على ربع في 1.2 يعني دي 0.3. 6 على 0.320 و6 على 0.320، بس نجيب الاي في الاول، يبقى ماينس 20 اي بلس 20 جي. بارت سي بيقول لي فايند ذا افريج سبيد المره دي بتوين بوينت سي بي ان سي. الافريج ثابته بين اي نقطتين ليه؟ افريج سبيد عباره عن الطول المقطوع على الزمن، فمن الـ A للـ B زي من B للـ C زي من C للـ A، لان يونيفورم الحركه يونيفورم. فنحسب طول الدائره اللفه الكامله اللي هو 2 باي ار على الزمن الكلي اللي هو بيريود تايم، يبقى كل لفه 2 باي ار، 2 باي في 6 اللي هو نص القطر، على 1.2 اللي هو الزمن الدوري كله، يطلع 30.4. لو حسبتها على ربع دايره نص دايره زي من نقطه بي ل سي زي من سي ل اي كلهم نفس الشيء. فاسهل حاجه تحسب المحيط كامل 2 باي ار على الزمن البريود اللي هو حاسبينه اوريدي، كل حاجه عندنا جاهزه، فيطلع 131.4 متر سكند.